استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر والسادة أعضاء الغرفة. وقد أكد سموه رعاه الله على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وأهمية التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتضافر الجهود المشتركة من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيرا إلى ضرورة العمل الدؤوب لمواكبة التطورات الاقتصادية المتلاحقة في العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات في ظل جائحة كورونا، معربا سموه حفظه الله عن تقديره للدور الفاعل والبناء الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة في مواجهة تلك التحديات. حضرة صاحب السمو، اسمحوا لي بداية أن أشكر سموكم على سرعة تحديد هذا الموعد رغم كثرة مشاغلكم، وأرجو بعد ذلك أن أنقل إلى مقامكم لهفة بقية زملائنا في مجلس إدارة الغرفة إلى أن يشاركوا في تقديم هذا الواجب، وإلى أن يشتركوا في شرف هذه الفرصة لولا مقتضيات الظروف الصحية العامة. حضرة صاحب السمو، هذه غرفة تجارة وصناعة الكويت تتشرف بلقاء سموكم مهنئة ومشفقة ومتطلعة. أما التهنئة فليست بتسلمكم مسند الإمارة على رفعة وقدرة وهيبة مكانته، لأننا نعرف تماماً أن الإمارة قد جاءتكم منساقة إليكم تتويجاً لمسيرة طويلة في خدمة الكويت وشعبها بكل دأب وإخلاص واقتدار، كما جاءت منساقة إليكم تعويضاً كريماً للكويت وعزاء جميلاً لأهلها بعد أن رحل عنهم أميرهم وأمير العمل الإنساني أخوكم وسلفكم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وكرم مثواه. جئنا مهنئين بهذا الإجماع الكامل على مبايعتكم وهذا الالتفاف الشعبي الرائع تحت لوائكم وهذا الاستبشار المحمل بالأمل بعهدكم. جئنا مهنئين بما حباكم الله من حكمة وبما كتب الله لكم من نجاح حين زكيتم سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ليكون وليا لعهدكم وعضيدا لحكمكم، وجئنا مهنئين بهذا الانتقال الدستوري الراقي، وهو انتقال لا يتحقق إلا في الدول التي تنبع ديمقراطيتها من سجية شعبها، ولا تنجح فيه إلا الدول التي يكون حكمها وحكامها هم الاختيار الحر لشعبها ويكون شعبها هو الحصن المنيع لحكمها. أما الإشفاق يا حضرة صاحب السمو فهو من المسؤولية زادت الأوضاع الصحية العالمية صعوبتها وضاعفت التوترات الإقليمية والدولية تحدياتها وضيقت الأزمات الاقتصادية والمالية مخارجها وأبوابها. شاهدتكم مشاعركم الطيبة تجاهنا وزيارتكم لنا يعني هي تعزية وتهنئة وعمل أيضا. طلعنا على القطاع الخاص اللي أنتم مسؤولين عنه الحقيقة، غرفة التجارة ولابد تكون عون مساعد أيضا للحكومة والعام أن تكون ركيزة متميزة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا أملنا إن شاء الله. وهذه كل الأشياء اللي رفعتوها لنا احنا راح ننظر فيها وراح نطلع على الصالح منها نمشي فيه إن شاء الله. الله يسدد خطاك. الواحد عمل جهده عمل مجهود، والله يوفقك في عملك إن شاء الله. والله يوفق الجميع إن شاء الله لخدمة وطننا ومواطنينا. كثر خيركم وجزاكم الله عنا الخير إن شاء الله. شكرا لكم.
القطاع الآن، وهذا أمل